سوري فتح عينه على الدنيا فوجد قلبه معلقا بشغف معرفة الله تعالى، فانطلق باحثا عن الله فوجده متمثلا بمحمد وآل محمد. ومن الاسم ومختصر السيرة تبدأ الحكاية. اسمي عبد القادر النواف، من الجمهورية العربية السورية، من محافظة الحسكة، متزوج وعندي 4 أولاد، ولدان ذكران وابنتان. درست في الجامعة السورية بكلية العلوم، جامعة دمشق كلية العلوم قسم الجيولوجيا، ودرست في الحوزة العلمية الزينبية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، ولا أزال أدرس وأتابع تحصيلي الدراسي في هذه الحوزة المباركة. كان مسلما سنيا شافعيا، وجد أن في قلبه شوقا لعقيدة لا خلة ولا عيب فيها، لأنه ترعرع في منطقة غلب عليها التصوف الديني، ولعل ذلك ما دفعه إلى معرفة أن الله تعالى موجود في محمد وآل محمد. فإذا بالأيام تحمل معها رحمة له، ناقلة إياه من إيمان إلى إيمان، من إيمان في اتجاه إلى إيمان بالاتجاه الصحيح. مسلم سني شافعي من منطقة الطابع الغالب عليها هو التصوف، هذا الواقع الديني الذي كنت أعيش فيه في محافظة الحسكة. كنت مؤمنا بمذهبي ومعتقدي السابق إلى درجة عالية جدا. قصة النور لديه حملت معها معول حق هدم أصنام الشك والبهتان التي حاول البعض نسبها إلى عقيدة التشيع، إذ كان هناك قول بلا حقيقة على خير عقيدة حقة. في الحقيقة نحن في منطقة ألا وهي محافظة الحسكة، وقبل عام 2003 لم نكن نسمع عن شيء اسمه شيعة. نحن في محافظة الحسكة وفي سوريا بشكل عام يطغى علينا الطابع الصوفي من الحسكة إلى دمشق إلى حلب إلى باقي المحافظات السورية. لم نكن نعلم عن الشيعة شيء إلا مجرد بعض الأقاويل، وهم أنهم هناك مذهب خامس، هناك مذهب يصلون على الفخارة، هذا ما كان يطرح علينا من الأهل وكبار السن فقط لا غير. لم نكن نعلم عنهم شيئا إلا أنني في جامعة دمشق في التسعينيات عندما كنت طالبا في كلية العلوم قسم الجيولوجيا كان معنا طلاب أشقاء من العراق الشقيق، كنا نجلس مع بعض بشكل دائم في الطعام في المنام في المحاضرات، ولكن عندما ندخل إلى المسجد لأداء الصلاة كانوا ينعزلون ينفردون عنا ويصلون بهيئة معينة لم أكن أنا أعلم عنها شيئا. ونتيجة المحبة والمودة التي بيني وبينهم سألتهم لماذا تفعلون هكذا، من أما أنتم كذا، قالوا نحن شيعة. بدأت هنا أنا أتابع هذا الأمر، أقرأ عنه، ذهبت إلى منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، جادلت بعض العلماء، جادلت وإذا بي ضعيف جدا أمامهم. بارقة التشيع لديه ظهرت في سماء حياته أيام الجامعة، فإذا بقلبه الباحث عن الحق يأخذه إلى حرم عقيلة الطالبيين سلام الله عليها، بحثا عن نعمة الله الكبرى. في الحقيقة هذا السؤال لم يكن يطرح، لأنني أنا ما عرفته عن التشيع وأنا في عمر العشرينيات كنت طالب في الجامعة، وبدأت أبحث عن ذلك بنفسي في المنطقة التي كنت أعيش فيها. لم يكن هناك هذا الموضوع يطرح بتاتا، لم يطرق سمعي أنه طرح موضوع التشيع في المنطقة التي أنا كنت فيها. حملت بدايات الاستبصار لديه مشاعر عدائية
كونه رأى أن ما نسج في ذاته من إيمان بدأ ينفض بأسئلة وإجابات وأسئلة بلا إجابات، وللحديث بقية. عندما بدأت أسأل وأستقصي وأذهب إلى رجال الدين في منطقة السيدة زينب أجادلهم، فأجد نفسي ضعيفا أمامهم لما يعني يعطونني من الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن صحاح المسلمين، فأقف ضعيفا فأهاجمهم لأني أعتقد أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. ثم شعرت بضعفي وبدأت أقرأ، قرأت والكثير وأقارنه بالتفاسير، تفاسير من كل الأطراف، هذه الآية الكريمة سبب نزولها وتفسيرها، تفاسيرها عند الفريقين، ولكن أجد أن الكفة الراجحة هي عند مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهكذا في كل المواضيع التي طرحت أمامي في كل الخلافيات، أجد من خلال النصوص ومن خلال العقل بأن نقلا وعقلا بأن الدليل الأكثر صحة هي عند مذهب أهل البيت. ولا أعني بذلك أن كل ما عند الأخوة أهل السنة هو خطأ، وإنما الأصح هو ما هو موجود عند مذهب أهل البيت، الأكثر صحة هو عند أهل البيت، ليس كل ما عند القوم هو غير صحيح. واستمر البحث والنقاش حتى وصل إلى حقيقة، ألا وهي إن الحق هو التشيع، لتبدأ مرحلة الاستبصار لديه. استبصرت في منطقة السيدة زينب سلام الله عليها في دمشق في التسعينيات، يعني تقريبا في نهاية التسعينيات، كنت في مرحلة سجال مع نفسي، في مرحلة حرب مع نفسي لسنوات، ليس لأشهر وإنما لسنوات، ولكنني قرأت وقرأت وقرأت حتى توصلت إلى أن هذا الطريق هو الأكثر صحة لعبادة الله سبحانه وتعالى. وكان لي أخ هو الآن شيخ، هذا الرجل تأثرت به كثيرا، كنت أجد بعض الأجوبة عنده، أسأل الله أن يحفظه وأهله، هو الشيخ محمود أخي شقيقي أبو حيدر، كان له الفضل علي، وكان أيضا الفضل علي في هذا الأمر للسيد عبد المحسن السراوي وللشيخ عبد الله المنبجي، حفظهم الله جميعا ورعاه. بعد التشيع بدأ الإيمان يرسخ أكثر، وبدأت الحقائق تتكشف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. ما كنا نسمعه هو إشاعات وخرافات عن مذهب أهل البيت، بأنهم يعني لا يفقهون شيئا من الدين، وليس عندهم عبادات، وليس عندهم فروع دين، وليس عندهم أصول دين، وإنما بعضهم يؤلهون علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعضهم يفعلون الفاحشة بشكل علني وبشكل يعني بشكل معلن وبدون أي حياء، وبعضهم يعني ويصلون على هذه الفخارة التي يسمونها بعض العامة الفخارة، وإنما هي تربة، لأنه في الصحاح لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، لا يجوز السجود إلا على ما يؤكل وما يلبس، هذا موجود في صحاح المسلمين. وهذا ما كنا نسمعه عن لم نسمع لب الخلافيات، لأننا في منطقة لا تعرف شيء عن التشيع. كنا في تلك الفترة، في تلك الفترة التي تشيعنا فيها، أنا أنتمي إلى منطقة اللي هي محافظة الحسكة، لم يكن يعلم فيها أحد شيئا عن التشيع. عوامل أثرت على عبد القادر، منها أشخاص من العلماء الأعلام، ومنها كتب ومؤلفات، وتستمر الحكاية. تأثرت بشخصية السماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي رحمه الله، قرأت أغلب كتبه في الخلافيات، ليالي بيشاور وما شاكلها تأثرت به. قرأت أيضا عن السيد الحكيم حفظه الله، قرأت عن يعني الخلافيات، كل كتاب كنت أحصل عليه قرأت أيضا المراجعات للعاملي رحمه الله، وهكذا أي كتاب كان يقع بيدي كنت أقرأه وأتأثر، لأنني أقارنه بالكتاب وبالسنة فأجده مطابقا وموافقا. وتأثرت بالخطيب السيد سماحة آية الله السيد عبد الصاحب الموسوي حفظه الله أيضا في هذا المجال.
كنت أكثر المحاضرات التي أتأثر بها هي لسماحة السيد آية الله رحمة الله علي محمد رضا الشيرازي الذي خطفه الموت إن صح التعبير باكرا حقيقة. هذا الرجل كنت أتأثر به، وأيضا لسماحة آية الله السيد القزويني في تفسيره للقرآن الكريم أيضا كنت أتابع هذا الأمر. وهنا رسالة العاقل إلى العقلاء من منطق المسلم المهتدي إلى الآخرين. أوجه إلى عقلاء العالم في العالمين العربي والإسلامي والعالم الآخر بأننا جميعا نبحث عن طريق واحد، وهو طريق عبادة الله سبحانه وتعالى. كل منا يهتدي إلى هذا الطريق حسب ما يصل إليه تفكيره وعقله، على ما نختلف، على ما نتقاتل، على ما نتذابح، على ما كل هذا الصراع. أنا وجدت هذا الطريق وأسير به، والآخر وجد طريقا آخر يسير به. لما لا يحترم بعضنا بعضا؟ لما لا يحترم بعضنا معتقدات بعض؟ هذا ما معتقدات بعض، هذا ما أوجهه إلى العالم، بأن نكون إخوة متحابين. الدين لله والأرض لعباد الله من جميع المذاهب والطوائف والأديان. لما كل هذا التقاتل؟ أنا أدلو بدلوي وأنت تدلو بدلوك، وكلنا يبحث عن طريق لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنا أدعو العالم أجمع إلى المحبة وإلى الأخوة وإلى الألفة، لأننا جميعا عباد لله سبحانه وتعالى. كل منا يعبد الله بالطريقة التي اقتنع بها. وتحية إلى جميع الشرفاء في العالم، وإلى جميع العلماء، وإلى جميع الشرفاء، وإلى جميع الذين يجمعون الكلمة ويوحدون الصفوف ولا يفرقون. وأسأل الله أن يصلحنا كمسلمين وكعرب وكعالم أجمع، كإنسانية، كبشر. ليس هناك أي شبهة، وإنما كل شيء واضح وجلي، وليس لدى علماء الشيعة ما يخفونه. هم يجاوبون على أدق التفاصيل، على أدق المسائل. ليس هناك عندنا شيء خفي، أمورنا كلها علنية وكلها واضحة. ولكن نحن يعني الجانب الروحاني عندنا والتأثر بأخلاقيات أهل البيت سلام الله عليهم، هذا ما يعيبه علينا الآخرون. وإنما نحن لدينا علم وفقه، أصول وعقائد وفقه لها مبانيها الواضحة، التي مهما درسها الطالب العلم لا يرتوي منها ولا يكتفي. إنها بحر متلاطم الأمواج. أمنية كانت في القلب، فإذا باللسان يلهج بها، وللحديث بقية. أتمنى أن يعم السلام أولا في بلدي الحبيب سوريا، هذا البلد الجريح الذي ذبحه العرب، نحره العرب وهم ينظرون إلى دمائه كيف تسيل قطرة قطرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والسلام لبلدي سوريا أولا، وللعراق الشقيق، وللبحرين، ولليمن، وإلى كل العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل السلام، أن يعم السلام، أن يعم الأمن، أن يعم الخير، أن يعم البركة، أن تعم المحبة والمودة بين المسلمين أولا وبين العالم أجمع. في الحقيقة نحن ليس عندنا مشكلة مع الناس أن يستبصروا. نحن عندما قرأنا علوم أهل البيت، نحن مشكلتنا مع الذي يكفرنا، الذي يستبيح دماءنا، الذي يستبيح أموالنا وأعراضنا. ليس لنا مشكلة مع الناس أن يتشيعوا. ليس هدف الشيعة أن يشيعون الناس. هدفنا أن يفهمنا الناس بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأننا نصلي إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة، وأننا نصلي 5 صلوات في اليوم، ونصوم شهر رمضان، ونحج البيت الحرام. مسلمون نحن، والله العظيم نحن مسلمون. هذا ما نريده من العالم، أن يفهموا بأننا مسلمون. لا نكن العداء لأحد، ولا نكن البغضاء لأحد، وإنما هدفنا أن يفهمنا الناس بأننا هدفنا السلام والمحبة، وأن يعم السلام العالم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى طريق الصواب.
وقبل الختام لا بد أن ينثر المسك قواف مهدوية من قلب شغوف بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول لمولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وهذه رعايا ستشكو إليك ما لاقها من شديد المحن، أغثنا أجرنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن. سلام الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، أسأل الله تعالى أن يعجل في فرجك، لأن في فرجك فرج لهذا العالم المتصادم المتصارع الذي أصبحت فيه الدماء تسيل رخيصة، وأصبحت أرواح الناس رخيصة جدا. فيا مولاي أناجيك وأسأل الله تعالى أن يعجل في فرجك، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.